هذا خيركم وهذا عطائكم. هذه واحدة من القراء اللي استهدفناها من ضمن حملة السنة اللي طافت. والله ياجر ويهني اللي شارك حملة السنة اللي طافت. هذا المي نتيجة البير اللي تم بناءه برمضان اللي فات، مئات وآلاف الأشخاص قاعد يستفيدون منه، ماء نظيف يستخرج بكل سهولة، الكل يستفيد منه. حلال هذا اللي أنا قاعد فيه وزعنا على 20 أسرة، طبعا كل أسرة فيها 10 أشخاص، تخيل أنهم يأكلون منها ويشربون منها ويبيعون منها. وفرنا لهم هذا الطاحون، الحين صار عندهم الطاحين أسهل، قبل يروحون يطحنون بالساعات، أما الحين تجيب صحنها وتوقف يطلع لها الحب مطحون. فضل الله سبحانه وتعالى صار عندهم مخزن حبوب متاح طوال السنة. من ضمن أحياء القرى تطبيق مبدأ لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، هذا مشروع ذكي يسوونه العون مباشر، اسمه غنوم عن السؤال، يمولون أهل القرية البقالة أول مرة، بعدها يعلمونهم التجارة، وبكذي أغنيناهم، بدل لا هم يأخذون فلوس صاروا هم اللي يعطون. الربان اللي أنا قاعد فيها لها استخدامات وايد، رقم واحد يتنقلون منها من مكان لمكان، وهم يقدروا يطلعون منها فلوس، وثاني شغلة يستخدمونها حق الحرث. هذه قرية واحدة بس، فما بالك بإذن الله يوم الجمعة القادم مستهدفين 100 قرية نحييها إن شاء الله بآبار ومشاريع، عسى ربي يتقبل، وموعدنا يوم الجمعة.